اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي انا وزوجتي. النهارده معانا حلقه قويه جدا مع اكبر واهم مسؤول برامج ومدير اعداد الاستاذ برام جمال. ربنا يعزك يا فندم، منورنا. بوجود حضرتك منورنا يا استاذ برام. اهلا وسهلا بك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام اخبار معاك. عايزين نعرف انا ازاي بدات في المجال ده. والله بدات في المجال ده من نفس القناه دي الصحه والجمال في برنامج مع الاستاذ صفاء بدوي اسمه بيت المصريين، ومن هنا ابتدت ورحت اكتر من قناه واكتر من برنامج. ربنا يوفقك. ربنا يخلي عليك يا فندم. جربت انت تعمل برامج ولا انت يعني كان في تجربه كده ويعني لسه مفاجاه. يعني انت كاريرك برامج ولا ناوي تعمل حاجات تانية؟ انا سامع ان انت بتعمل افلام ومسرحيات ومهرجانات جديده. في مسرحيه عملتها لفيت بيها 27 محافظه اسمها الحراميه، وان شاء الله في مهرجان قوي جاي مع النجم معتز زينو، نجم المهرجانات طبعا والترند. ان شاء الله انتظرونا قريب انا ومعتز زينو في مهرجان جامد جدا هيكسر الدنيا. ان شاء الله كسروا الدنيا باذن الله. باذن الله هيبقى الترند. معتز كان ضيفنا هنا. اكيد اكيد طبعا. طب ممكن تعرفنا اكتر بنفسك وتعرف المشاهدين؟ هقول الاستاذ برهام مسؤول برامج ومدير اعداد في اكتر من برنامج وكمان مؤلف مسرحي، وفي فيلم عن قريب جدا هيتم يعني على عيد باذن الله. انا عارف مع الاستاذ سامح الانتاج بتاعه على فكره. استاذ سامح هيكون الانتاج ان شاء الله، و ان شاء الله اديه مع معتز زينو في المهرجان ان شاء الله باذن الله. الدنيا اكيد ما فيش حد بيبدا كده من غير مشاكل ومن غير ما حاجه تواجهه ومن غير ما حد يضايقه. لا جات مشاكل كتير بس الحمد لله بفضل ربنا وبفضل وقوف والدتي معايا. طبعا احب من هنا من البرنامج اوجه لها كل التحيه والشكر. واحنا بنوجه لها كل التحيه والشكر. الام المثاليه العام 2020 على مستشفى الصحي العام، وقفت جنبي وساندتني، وبشكر اخويا وحبيبي وصاحبي استاذ محمد ابو جبل برضه من الناس اللي دعمتني. ربنا معاك ودايما من نجاح لنجاح يا رب. ربنا يعزك يا رب. ايه طب كلمنا عن نوع المشاكل، انا عايز اعرف المشاكل اللي حصلت. انت يعني شكلك بتاع مشاكل. يعني كده بسبب ان انا حته الصعيد مندفع شويه، بحب ان انا ابقى جد جدا في عملي، يعني كده حاجات من دي ما ينفعش ان انا اصرح فيها. انت اصلا واخد الموضوع ده هوايه ولا دراسه وكده؟ لا واخد الموضوع ده هوايه وجت معايا بالصدفه كده وهوايته بحبها عشان كده انا مستمر فيها. تمام. تحب ايه تاني؟ لا هي هوايتي ان انا ابقى اعداد. مفيش حاجه تاني؟ مفيش شغل تاني؟ مفيش؟ لا معايا شغل الخاص طبعا، فاتحين شركه اولاد استاذ جمال للادوات الكهربائيه، اداره طبعا اخويا الباشمهندس محمد جمال. بس هوايتي كلها ودنيتي كلها في الاعداد وكده. في الاعداد يعني المجال بتاع الفيلم اللي انت عايز تعمله والمسرحيات مره واحده خطها مره واحده ولا عملتها كذا مره؟ لا المسرحيه خطها مره ودي اول تجربه ليها حرفيا في الفيلم، وان شاء الله فيلم لا يعني عادات الصعيد والدنيا الناس بتطلع تتكلم عن الصعيد باسلوب غير الموجود عندنا. الصعيد اتمدن كتير، فانا حابب ان انا اتكلم عن حضاره الصعيد، اتكلم عن العادات، اتكلم عن العلماء، اتكلم عن مذيعين كبار جدا جدا طالعين من الصعيد وممثلين اقوياء جدا. برضو اللهجه بتاعتنا غير اللهجه اللي بتيجي، فانا باذن الله اول فيلم هيكون بلهجه صعيديه حقيقيه جدا. كوميدي يعني؟ يعني لازم الكوميديا هي اللي بتعمل جو في الافلام والناس بتحب. اكيد هو كوميدي نوعا ما، بس الاكتر فيه بعيدا عن كل فيلم ومسلسل جايبين الطار الطار. نعم في حاجات يعني واقعيه، حاجات ملموسه كتير جدا. وكل اللي بيجي اغلبيه اللي بيجيبوها عن الصعيد الطار الطار الطار. لا احنا عندنا حاجات غير الطار كتير طبعا. عندنا ناس حلوه كتير كتير، فعشان كده انا حبيت ان انا اعمل الفيلم ده وان شاء الله هعمله برضو زي ما عملت المسرحيه بوجوه كلها شابه. باذن الله الفيلم هيبقى بوجوه شابه باضافه لاثنين سوبر ستارز. يعني انت بتقود افلامك ومسرحياتك وكده بوجوه شابه كلها، مفيش حد معروف او سوبر ستار او كده؟ في سوبر ستار ان شاء الله هيكون في اثنين في الفيلم هعلن عنهم قريب جدا، بس بحب الوجوه الجديده لهدف واحد، ان انا بشوف في ناس كتير كتير موهوبه جدا وتستاهل ان هي تطلع كده، بس للاسف مش واخده فرصتها. فانا حبيت ان انا ادعمهم واطلعهم معايا، لان هي هم فعلا يستاهلوا، هم فعلا فعلا يستاهلوا. زي كمان انا اكتشفت على فكره مغنيين واكتشفت مذيعين
جبتهم واشتغلوا منهم ناس جت اشتغلت هنا في الصحه والجمال بس مش هقول اسمهم طبعا بعيدا عن الاستاذ سامح. لا في حد كان قبلك بعيدا عن الاستاذ سامح. هو انا ماليش دور في الفيلم ده؟ انت حراسنا مش هنتكلم على مش هنتكلم عنك. برضه في النجم حاتم نور طبعا حبيبي واخويا فنان مصر وان شاء الله حاتم نور من الناس الاقوياء جدا جدا. اخر مره حاتم نور كان معايا في قناه الحدث في برنامج ما مش هذكر اسمه طبعا. غنى اغنيه للفنان هاني شاكر فعمل له كومنت عليها واستاذ حاتم نور على فكره من ضمن الناس اللي في النقابه. تمام. فاكتشفت قبل كده يعني مغنيين وهاب داخلين في مسيره الممثلين. يعني انت دلوقتي مع الاستاذ حاتم نور واغاني رومانسيه والكلام ده ولا مع اينو والمهرجانات لا مع الاثنين خلينا مع الجو دلوقتي المهرجانات انا مع اينو. لا اخويا اينو طبعا وصاحبي وبلدياتي هو من انا ومن سوهاج بس طبعا بلدياتي صعايده. حاتم هو اللي يعتبر بلدياتي بلدياتي لان حاتم من سوهاج بس اخويا وصديقي واخويا الكبير مقدرش اتكلم عليها. اول مره تخوض الموضوع المهرجانات وكده؟ اول مره ورحت عملت كده حاجه بسيطه في استوديو في انا وان شاء الله قريب جدا هينزل إن شاء الله. وإينو عامل مفاجأة جدا وعلى فكرة مفاجأة ليك أنت أستاذ سامح مهرجان كل اثنين وهينزل ترند وهيحقق الدنيا هيكسرها بإذن الله هيكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح يا أستاذ برهام ربنا يعزك نشوفك في أعلى مراتب كده. أنا بقى أسألك أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت هنا بتعمل إيه؟ أنا هنا بستضيفك حبيبي حبيبي ربنا يعزك عن كل حاجة كل المشاكل المشاكل الاسريه بنتكلم عن الثقافه بنتكلم عن برضو عن فن عن مهرجانات عن طالما الاستاذه اتكلمت يبقى انا هقول للمشاهدين مفاجاه على فكره استاذه سهى واستاذ سامح الاثنين ازواج زائد اللي معاهم في التوم هم عارفين هو انا وزوجتي اكيد ممكن يبقى اسم برنامج بس انا كده قلناها رسمي زائد ان هم معاهم بنت بتلعب كره قدم يعني بابا وماما مذيعين والبنت بتلعب كره قدم مش عارف الباقيين هيروحوا فين. لا واثنين فنانين صغيرين واثنين فنانين في واحد بتاع مهرجانات عندك انت بقى انت اللي تكتشف. لا ده شرف ليا طبعا لما اكتشف حد زي كده ربنا يخليك. وعلى فكره عدي بن استاذ سامح طلع معايا برضه في حلقه وغنى مهرجان وبسم الله ما شاء الله كان عليه. كلمنا تاني قول لنا هتعمل ايه تاني؟ لا هو حاليا في المرحله دي بس دي وحاليا منتظم فيه وهوقف شغل البرامج في شهر رمضان عشان خاطر اخلص الفيلم ان الفيلم هيتعرض سينمات وهيتعرض ان شاء الله في قاعه الميديا. وقته امتى او لا وقته امتى مش حاجه حصر كده يعني حاجه حصر اسم اسم الفيلم اسم الفيلم لكن التوقيت التوقيت لسه. طب اسم الفيلم ايه بقى؟ عزوز ضربوز عزوز ضربوز لازم يبقى فيلم كوميدي هو اسمه كوميدي فكره كده عشان الناس تبقى فريش وتجيب الجو والمسرحيه اللي انت هتعملها هتعرضها مسرح بس ولا هتصورها؟ المسرحيه اتعملت من فتره وجوجل اتكلمت عنها والمسرحيه كان اسمها الحراميه ولفت 27 محافظه بيها والحمد لله سمعت. وبحب من هنا اشكر اخويا وحبيبي نجم اليمن الفنان الكبير محمد نجيب والفنانه ودي الجابري واشكر من المغرب الفنانه امنيه من الناس اللي ساعدتني ووقفت معايا واشكر من لبنان استاذه مونيكا نجيب. انت كده لفيت بقى العالم مش المحافظات بس هنلف دلوقتي. لكن دي اول تجربه فيلم اول تجربه فيلم وان شاء الله مش الاخيره ان شاء الله. لا هو من اسمه باين ان هو لا ان شاء الله هتبقى حاجه حلوه ان شاء الله هيكسر الدنيا وهيبقى باذن الله وهتبقى حاجه جامده باذن الله دي مفاجاه للجمهور وهتبقى حاجه جامده. ومني الاستاذه سهى ان شاء الله كواليس الفيلم حصريه في برنامج انا وزوجتي ان شاء الله احنا لينا الشرف. ربنا يعز عليك يا فندم ربنا يخليك. استاذ برهام ايه اسالك على ايه تاني؟ عايزني اسالك على ايه؟ لا حضرتك لا انت عايزني اسالك على ايه؟ قول انا معاك صريح. قول لنا ايه رايك في المهرجانات بما انك هتخوض تجربه المهرجانات و انا المهرجانات انا عندي نقدين عليهم ضد بعض. في مؤدين مهرجانات وفي مغنيين مهرجانات. تمام. انا مش مع مؤدين المهرجانات. رغم ان اينو مؤدي بس انا مش معاه. هو معظم الفرق ان مؤدي بيأدي على بيظبطوا له الاصوات وبتاع فبيأدي عليها مش بيبقى صوته لكن المغني مغني بصوت فغنى مهرجان غنى تريدي غنى رومانسي غنى اي اغنيه صوته موجود. فانا هي دي بس المشكله اللي عندي في المهرجانات. اتقال على المهرجان فيروس بس هو مش فيروس قوي يعني بس هو المهرجان نقول للمؤديين ممكن يأدوا الفيروس لو في حاجه مش كويسه الفاظ خارجه
لكن طالما الفاظ عاديه وحاليا المهرجان اصلا شغال في الدنيا كلها، شغال في العالم كله. هو في فرح من غير مهرجان؟ احنا بنشوف في العالم كله دلوقتي بيشغلوا مهرجان، مفيش حاجه من غير مهرجان. فهو المهرجان حاجه اساسيه بقت، تطور التطور الطبيعي للموسيقى. بالظبط بالظبط هو كده التطور الطبيعي. وبعدين كل الاجيال دلوقتي طالعه على المهرجانات و كله يعني ما بيسمعوش غير مهرجانات. بالظبط بالظبط، هو راح زمن يعني تيجي تقول لهم ام كلثوم عبد الحليم الناس دي يقول لك ايه ده ايه الناس دي. ما هم بيسمعوها بس مش من فوق ال 20 طبعا، ولهم كل ما نقدرش نتكلم عليهم من فوق ال 20، لكن الشباب لا برضو الجيل لسه. انا بتكلم في الاجيال الصغيره اللي هي اللي تحت ال 20 ممكن نقول تحت ال 20 اللي هم ماشيين تبع المهرجانات والكلام ده. عشان خاطر المهرجان هو اللي اخذ ضجه من حوالي نقدر نقول من 2011 من ثوره 25 يناير والاغنيه اللي طلعت بتاعت اوكا وارتيجا. من هنا ابتدت المهرجان يبقى ليها ضجه. كان مهرجان على ما اتذكر اسمه بهيه في 2011، ومن 2011 ابتدى ينتشر بقى المهرجان. ابتدت تنتشر. لا واحنا عاملين لك مفاجاه النهارده بخصوص المهرجانات بس مش هقول لك عليها. لا اعرفها اعرفها. عامل لك مفاجاه كمان. خليها مفاجاه. بعد الفاصل اقول لك على المفاجاه بتاعتها. والفيلم انا وجيب فيه كلهم نجوم شابه برضه ولا دعم بحد من هو كلهم نجوم شابه ما عدا اثنين سوبر ستار. اثنين سوبر ستار جامدين محبوبين شباب مش كبار. مش هسالك عليهم مش هنعرف. مش هقول اسمهم. مش هقول اسمهم دلوقتي. انا مش هسالك عليهم. هصرح عنهم كمان اسبوع. كمان اسبوع كمان اسبوع. على فكره دي بتبقى حصري لينا، حصري للبرنامج. وعلى فكره الفيلم اتكلمت عنه جريتين، كان كتبت الحوار الاستاذه خلود ابو طالب الاستاذه الصحفيه كتبت عن الفيلم، بس كتبت بيانات صغيره بدون اي تصريحات خاصه غير اسم الفيلم. تفاصيل بالظبط مفيش غير الاستاذ سامح المنتج بتاع الفيلم هو اللي كتب واتذكر. غير كده ما كتبتش حاجه. لا ما كتبتش حاجه تاني. غير كده مش هكتب. انا لازم اخد دور في الفيلم طبعا. اكيد البطوله. احنا مش هنقول غير البطوله ولا اقبل بغير هذا بديل. ربنا يخليك. وايه تاني؟ وايه تاني؟ عايز اسالك عايز اسالك بس مش عارف السؤال راح من دماغي. هنسيب لها هي السؤال ده. نكمل كلامنا عن المهرجانات يعني انت يعني انت بدات في المهرجان ولا لسه؟ لا انا عملت يعني نقدر نقول الكوبليه. طب احكي لنا عنه وعن تجربتك. يعني صورت منه اجزاء ولا لسه ما عملتش فيه؟ هو كان كوبليه كده بسيط. التجربه وانت بتادي جت صدفه. ما كنت مع في الاستوديو مع اخويا وحبيبي طبعا. لا بس انت مؤدي مش مطرب مهرجانات. نعم مؤدي مش مطرب مهرجانات. بتناقض مع نفسي. بس انا قايل كوبلات برضه مش قايل حاجه جامده، هو كوبليه بسيط. ومن الواضح ان الاستاذ سامح سمع الكوبليه. نعم قبل الهوا سمع الكوبليه. بس استاذ معتز اينو طبعا اخويا الصغير وحبيبي اخد ترند قبل كده في مهرجان على الهادي يا زبادي واكتر من ترند عمله. فكلمني موجود معانا اول حلقه في البرنامج. كلمني وكان عايز يعمل معايا مهرجان وكده. فانا سمعت المهرجانين بتوعه اللي هو عارضهم شخصيا لنفسه وعرض عليا المهرجان الثالث اكون انا معاه فيه وانا وافقت. ما اقدرش اكسر كلمتين. لكن مفيش عروض تاني غير من معتز لغايه دلوقتي. يعني في من حد تاني بس مش هصرح عنه. لما نعمل مهرجان بتاع معتز الاول. بالظبط كده. عشان مهرجان معتز هيصور كليب كمان. هيبقى كليب وهيتعرض برضه على الفضائيه. يعني انت لما جربت تأدي الكلام بتاع المهرجانات و بصراحه والجو حسيت ايه يعني؟ احكي لنا. انا كنت بقول لا يعني كنتش متخيل نفسي ان انا اعملها نهائي. فجيت فجاه لقيت نفسي بتكلم ايه ده؟ هو مين انا؟ مين اللي بيقول ده؟ انا مين؟ طب ممكن قول لنا على الكواليس بتاعه المهرجانات. يعني انت لما بتعمل مهرجان بتتكلم بصوتك وبعد كده بيخش على مكسرات بيخش على الكلام ده بالظبط كده بيخش على مكسرات بيظبط معانا حد شاطر قوي اسمه موكا عمل برضو اكتر من مهرجان. هو اللي بيظبط لنا الحوار ده وهو اللي ظبط بيزود حوار الصوت بالظبط وظبط لناس كتير جدا 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 منهم طبعا اخواتي وحبايبي ونقول ضيفكم النجم احمد السواح والنجم الليث الكروان. انت كده حرقت لنا المفاجاه. عشان تبقى مفاجاه كده ما بقتش مفاجاه خلاص. كده مفاجاه بالنسبه لي. المفروض تغني معاهم بقى بما انك خدت التجربه. يعني دلوقتي لا. ممكن اغني الاغنيه بتاعت السواح اللي هي المعروفه الترند كسرت الدنيا
محمد شبح الحته محمد حسن ده ممكن اغنيها معاه خلاص. لكن ان انا اغني حاجه ليا انا شخصيا مع احمد السواح واللي لسه الكروان طبعا اخواتي واخواتي الصغيرين طبعا وعلى راسي من فوق، بس اخلص تجربه معتز لو حسيت نفسي في المجال اكتر هخش اكتر هخش اكتر وهسيب البرامج. الكلمات في حد بيكتبها لكم ولا انتوا برضه اللي بتكتبوا الكلمات؟ في اللي بيكتبوا، في اللي ده يعني في حد بيكتبه، في ساعات احنا بتبقى الكلمات مننا. الكلمات من عندكم انتوا اللي احنا عاملينه. كلمات اينو. كلمات اينو. كلمات اينو مش كلمات. تلحين انتوا برضه اللي بتلحنوا؟ لا تلحين وتوزيع. تلحين وتوزيع موكا والصوت كله. اه صوت موكا مهندس صوت جامد قوي 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 يعني حاجه بسم الله ما شاء الله عليه. ف اغراني بالعرض بتاعه اغراني بالعرض وما قدرتش اقاوم بصراحه. دخلت بسمع لقيت نفسي يعني على راي النجم الكبير بتاعنا عباس الحموده انا مش انا انا مش انا لا ان شاء الله هتبقى اغنيه قويه ان شاء الله. وهي بتتكلم عن الصحاب وده ويعني بتحكي الواقع اللي احنا عايشين فيه. ايوه انت اقدر اقول ان هي بتحكي الواقع وحاجه جامده. ولو نجحت في المهرجانات، مجال المهرجانات والاغاني والكلام ده ممكن تسيب ال هسيب اعداد برنامج انا وزوجتي حل. هسيب برنامج انا وزوجتي حل. على فكره احنا ما قلناش للساده المشاهدين ان الاستاذ برهام هو معد ومسؤول البرنامج بتاعنا برنامج انا وزوجتي. والله هو كان شرف جميل ليا طبعا عشان الاستاذ سامح طبعا اخ وصديق عزيز عليا. فاول ما عرض علينا ما قدرتش اقول له لا طبعا، وما اقدرش اقول له لا. بيجيبني من الصعيد لحد هنا برضه بس مش عارف اقول له لا. ده شرف لينا. ربنا يعزك يا رب. بس انت الكارير بتاعك الاولاني هو ده اللي انت ثابت فيه مش هتغيره؟ المعد بتاع البرامج مش هتغيره حتى لو نجحت معاك المهرجانات؟ ما بص هقول لحضرتك حاجه، لما تحب تعشق، لما مش بتحب، لما تعشق ما بتقدرش تسيب. وانا بالنسبه لي الاعداد في البرامج ده عشق، فصعب ان انا اسيبه او نقدر نقول امبوسيبل مستحيل جدا ان انا اسيب الشغل. حتى لو نجح معاك الافلام اللي انت بتعمل الفيلم اللي جاي، حتى لو نجح حتى لو وصلت مليون مش هسيبها برضه. ما ينفعش اسيبها وسامح مصمم طبعا. ما ينفعش اسيبها زي وسامح موجود. لا ربنا ينجحك ان شاء الله ومن نجاح وفي الاحسن دايما باذن الله. ربنا يعزك يا رب انا وانت ان شاء الله. وفيلم كسر الدنيا ان شاء الله باذن الله باذن الله ومفاجاه جامده جدا والله. هو مش عايز تقول لنا برضه على مين السوبر ستار اللي معاك؟ لا هعلن عليهم بس مش دلوقتي. طيب بما انك قلت لنا انك كنت عامل برنامج تلفزيوني قبل كده، ممكن تكلمنا كان طبيعته ايه او كنت عامل؟ هو كان برنامج بيحكي عن مشاكل الدوله، وكان بيحكي مش مشاكل الدوله كان مشاكل اسريه حال المجتمع. قعدت فيه فتره وسبته لسبب ما، بس هو حقق نجاح. لسه هقول لك سبته ليه؟ ما انا قلت طالما حقق نجاح. منه تعرفت، ببرهام جمال. هو برهام جمال منه تعرفت ان وسائل السوشيال ميديا تم تكتب عن برهام جمال. هو معروف اسمه برهام جمال اكتر من شكله. ايوه هو الاسم معروف اكتر من الشكل. معروف. وطبعا كل الفضل كل الفضل بعد ربنا طبعا يرجع لامي طبعا والدتي، والدكتور منتصر طبعا اخويا، والدكتور محمد لان انا اصغر على فكره احنا ثلاثه فانا اصغرهم، فكل الفضل يرجع ليهم طبعا. امي الاول وبعدها اخواتي. ساعدوك يا برهام؟ ساعدوك في حياتك كتير وما زالوا صراحه ما زالوا يعني كتير. نعم وقفوا جنبك في حاجات كتير. ما زالوا بيقفوا جنبي، ما زالوا بيقفوا مني طبعاً. جنبي يعني اخرها امبارح. بما انك اصغر واحد في الاسره فلازم يفضلوا واقفين جنبك. ممكن نقول او انا اصغر الاولاد مش اصغر الاسره. انا عندي بنتين اصغر مني. ايوه بس نقدر نقول الدلوعه شويه يعني الولد الاخير بقى والدلوعه. انت حبيب ماما. حبيب ماما. واسال جوجل. اسال جوجل. ما كانش على فكره استاذ سامح كان دايما لما حد بيسال هو مين ده كان يقول له اسال جوجل. من ساعتها هي ماسكاها علينا لحد دلوقتي. طب انت ممكن بقى نسال جوجل وتقول لنا، احنا بنشوف على جوجل لسته طويله لبرهام جمال. تبدا ممكن نقول بجلستي انا وحاتم نور مع النجم الكبير نجم النوبه اللي غنى مع عمرو دياب اكتر من اغنيه استاذ السيد السمان، ومع معد قناه الحياه الاستاذ يحيى عثمان والمدير التنفيذي لشركه انغام باريس. دي كانت اول بدايه لكتابه في جوجل علني. جيت دخلت بعد كده في المسرحيه، في اخدت تناقض من الوسط الجامد ان ازاي وجوه شابه تصعد بيهم وتلف.
بس انا اصريت وعملتها وبدات بالساحل الشمالي. ان هي تبقى وجوه كلها شباب ما فيش حد. كانت مغامره نقدر نقول مغامره، بدات بيها في الساحل الشمالي في فندق المارو، والحمد لله عرضتها 3 مرات. بعد كده ابتدت يعني ونزلت بيها ولفيت بيها 27 محافظه الحمد لله، رغم ان الصعيد ما فيهاش مصارح. الناس ما تعرفوش ان الصعيد ما فيهوش مصارح نهائي خالص. انا كنت اتاجر قاعه افراح واعملها مسرح. لما انت حسيت بالنجاح بتاعها؟ اكيد. وما زال برهام جمال اشتهر اكتر بعد ما كتب مؤلف المؤلف المسرحي بصراحه. اشتهرت اكتر يعني كنت معروف في البرامج، كنت لسه 3 أو 4 برامج كده اللي كانوا معايا، لكن من ساعه ما دخلت يعني انت المسلسل كان الفيلم كان من تاليفك، المسرحيه كانت المسرحيه من تاليفك والمهرجانات اللي انت بتعملها من تاليفك. لا المهرجانات مش من تاليفك، معتز اينو تاليف اينو ما اقدرش انكر. هو بيأدي بس. انا بأدي وانا وينو مأدين صوت باذن الله. انا وهو مأدين صوت بس عاملين حاجه حلوه ان شاء الله هتستسعد الناس كلها والله باذن الله. ما عندك يعني ما لسه ما عرفتوش هتنزل امتى او لا؟ هي هتنزل بس هتبقى في ان شاء الله على العيد، لان تصريح حصري ليكم في البرنامج. معتز اينو عامل مهرجان عن عيد الام، مهرجان جامد قوي قوي قوي، فهينزل بيه في عيد الام. فطبعا ما ينفعش ان انا اتكلم انزل مهرجان في عيد الام فاينو نازل بتاعه ونازل بمهرجان تاني في رمضان زي ما عمل المهرجان الاول. لكل ام في الوطن العربي وفي كل ام مصريه كل سنه وهي طيبه، والسنه الجايه تشوف اكتر حاجه الام بتحبها اولادها. اكيد كل الامهات المصريه تشوف اولادها في احسن حال باذن الله. باذن الله باذن الله تعالى باذن الله. بالنسبه للصحافه الصحافه كانت من ضمن اسال جوجل. بدات مع استاذ احمد شعلان في جريده الامه، بعد كده دخلت حاليا انا مدير جريده الهرم المصري عن مكتب سوهاج. طب ومخبي علينا؟ لازم نسال. دخلتها طبعا مع اخويا الكبير وحبيبي استاذ حمد النجار وصحفي في البوابه اليوم. فمجال الصحافه هوايه لان انا بحب الكتابه فدخلت هوايه، واللي اكتشفها طبعا فضل كامل الاستاذ احمد شعلان، هو اول من وجهني مجال الصحافه. لا خطر على ذهني بقى سؤال دلوقتي. عندك كم سنه لكل اللي انت بتقوله ده؟ هو النجاح مش صح، انت بتقول اصغر واحد عندك كم سنه؟ 14/7 احتم 24 سنه. 24 سنه 24 سنه يعني يا جماعه طبعا برهام مثال لكل الشباب ان 24 سنه ربنا يعزك يا رب واصل للحاجات دي كلها. كل ده صح طبعا يعني مثال لكل الشباب. ربنا يعزك يا رب ربنا يعزك. ده من فضل دعوات امي. يعني انا يا جماعه انا حاجه صراحه على الهوا ان برهام مش من القاهره، قاعد في الصعيد بينزل يومين في الاسبوع بيشوف شغله وبيشوف الدنيا اللي وراه وبيرجع تاني الصعيد. طبعا احنا بنشوف شباب كتير قوي 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 مش بيقوموا من مكانهم مش بيتحركوا. ما نقول مش كله زي بعضه، في شباب نشيط وفي شباب كسول. فانا الحمد لله عشان بحب شغلي عشان كده باجي. كل واحد فينا يعني مش حسبة ما بيقومش على السرير برضو يعني كل واحد فينا. يا جماعه برهام برضو اليومين اللي احنا بنتكلم عليهم دول بياخدوا معاه 48 ساعه، لان هو بيسافر في 12 ساعه وطبعا بيرجع في 12 ساعه واليومين بتوع الشغل بالظبط. انا باجي وبتعب نفسي ده عشان بحب الشغل ده. هو كل واحد من الشباب بيحب شغله فبيروح له. في شباب ما عندهاش هوايه او بمعنى صح مش عارفه الهوايه اللي عندها ايه، لكن لو عرفوا الهوايه اللي عندهم ايه والله هيطلعوا. وده قله قليله بس مش حتى ما فيش شغل يعني مش هوايه يعني حتى ابسط حاجه الشغل. في ناس كتير مش بتحارب زي كده على شغلها ما انا مش حزبه محاربه قد ما حزبه حب. هو الحب ورغم اني مش مرتبط مش مرتبط بس بحب الميال. طيب قول لنا ايه تاني مستخبي في جراب جوجل؟ لا ما انت كده كشفت على كل حاجه. كل حاجه كشفت. كل حاجه كشفت مفيش جراب تاني في جوجل. كل حاجه في جوجل خلاص. كله كده انتهت. اخر حاجه الارتباط. لا لسه ما ارتبطتش. ايوه انا بقول لك اخر حاجه انت قلت ما ارتبطتش. ان شاء الله نقول 10 سنين. نقول 10 سنين كن ليه كده؟ اكون ثبت رجلي كويس واستاذ سامح هيشوف لنا عروسه طبعا بعد كده نرتبط. و
في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ برهام ونشكر الساده المشاهدين، واستنونا كل اسبوع في برنامج انا وزوجتي.